الشهادات ديال التدريب اللي كتعطل من بعض الشركات الرياضيات او بعض المؤسسات اللي كتدعي انها مؤسسه رياضيه، وهاد الشواهد اللي كتعطاهم ديال التدريب الرياضيه لا في المجال ديال بناء الجسم والفيتنس، وكذلك في المجال ديال الايروبيك ولا الفيتنس. كاين جوج جامعات، كاينين جوج ديال الجامعات اللي هي معتمده من طرف الوزاره، اللي هي الجامعه الملكيه المغربيه لبناء الجسم والفيتنس، وكذلك الجامعه الملكيه المغربيه للرياضات الوتريه والرشاقه البدنيه. هادو هما اللي عندهم حق، هما اللي كيخول لهم انهم يعطيو الشواهد ديال التدريب، لا في الكفاءه ولا في تدريب المدربين ولا في التعليم. اليوم بينا تنشوفوا واحد مجموعه ديال الشركات الرياضيه اللي هي تهي كتدعي انها عندها لي سونتر ديال لي فورماسيون ديال التدريب ديال اختصاصيين في مجال ديال الرياضه، يعني كيدخلوا في مجال ديال الرياضه اللي هو بناء جسام او لا هو اللي هو الايروبيك. وكان نشوفوا بعض الممارسين انهم ملي كيمشيو لهاد المراكز وكيتلقاو هاد التدريب وكياخذوا هاد الشواهد هذه، فاذا بهم ملي كيمشيو لدول الخليج او للدول الاوروبيه ملي كيبغيو يلتحقوا بالعمل او لا كيبغيو يخدموا، كيلقاو بان هاد الشواهد هذا ماشي فالابل بالنسبه للوزاره او السفاره اللي كيمشيو لهما. علاش؟ السفارات مثلا ديال الخليج او الدول الاوروبيه كيعتمدوا على الجامعات، الجامعه كتقول لك هي الوحيد المعتمده ان اللي هي المعتمد الشواهد ديالها هي الجامعه، اما غير الجامعات فهم كيتعتبروا جمعيات، سواء كانت شركه رياضيه سواء كانت جمعيه، يعني كيحق له يعطي شهاده ديال التدريب مثلا او شهاده ديال التقديريه او شهاده المشاركه او لفها يعطيها. لكن في المجال ديال التدريب هاد الناس هادو اصلا هما ما عندهمش لي فورماسيون، اصلا هما ما عندهمش شواهد ديال التدريب، واصلا هما ما عمرهم مارسوا هاد الرياضه هادي. بالنسبه لنا حنا كنعتمدوا على الناس اللي ممارسين ديال هاد الرياضه، يعني باش يكون واحد مؤطر مثلا في المجال ديالنا حنا ديال بناء الجسم خصو يكون بناء جسم، يعني مؤطر ديال بناء الجسم خصو يكون كيفهم في الاناتومي، كيفهم في التغذيه، كيفهم في البناء والهدم، كيفهم بزاف ديال الحوايج في هذه الرياضات اللي حنا تابعين لها. الجامعه تتحرر الى يومنا هذا، يعني حنا الجامعه الحمد لله واقفه على هذا الباب هذا انها كتحارب هاد الناس هادو، وباقي الى يومنا هذه الجامعه كدير تدريب، يعني تدريب اللي كدير جامعه تدير تدريب وطنيه وتدير تدريب دوليه. مشكور السيد الرئيس خالد الرحيع من هذا المنبر على المجهودات الجباره اللي كيقوم بها تجاه هذه الرياضه هذه، وكيجيو مدربين دوليين معتمدين هما اللي كيعطيو دروس حصصيه في التدريب الشخصي او لا في التدريب الجماعي. مؤخرا كان واحد التدريب اللي هو دولي انترناسيونال مدينه مراكش، تما كاين فيه كتعطاو هاد الدروس هادو، وكيجيو خبراء في هذا المجال ديال الرياضه هذه باش هاد المدربين كيزيدوا كيستافدوا خبره ديالهم وكيشتغلوا بهاد الشواهد هذه ملي كياخذوها معتمده بالبادج ديالها بلي سيري ديالها، كيخدموا بها في دول الخليج انهم مدربين مؤطرين، جايين مدربين مؤطرين من الجامعه الملكيه المغربيه اللي هي معتمده من طرف الوزاره. دبلوم ما فيش الجامعه الملكيه المغربيه، دابا دول الخليج كتطلب دبلوم في الجامعه الملكيه المغربيه لبناء الجسم والفيتنس، او جامعه مثلا الملكيه المغربيه للرياضات الوتريه، اي جامعه تيكون عندها لاسين ديال الجامعه الملكيه، هنا تتعرف بانه هذا الدبلوم هذا راه فالابل. اما ما تبقى ملي كيجيك مثلا شركه فورماسيون سونتر لهم الحق، لانهم مثلا كاين الشركات اللي عندها الاوراق ديالها بانني حنا راه شركه رياضيه ولا هذا ولا هذا، لهم الحق انهم باش كيديروا التدريب ديالهم، ولكن هذوك الشواهد ديالهم حنا ما تنقولوش مزوره، غير معتمده من طرف اللي هذاك الشخص غادي يتسلمها وغادي يمشي بها انه باش يعمل بها مثلا في الدول الخارجيه ولا الدول الاوروبيه، كتولي غير مقبوله غير معتمده. يقدر يخدم بها هنا مثلا في المغرب في شي نادي في شي صال، ولكن الغريب في الامر هما انه هاد الناس كيبداو يدوزوا هاد لي فورماسيون باثمنه باهظه، يعني كيقدر يوصل حتى ل 5000 درهم. انت دابا الا جا عندك واحد غير ثلاثه في الشهر ولا اربعه في الشهر راه وليتي كموظف، واحد القدر المالي كيبدا يدخل في ذاك الشهر
غير معتمد، يعني ديك الشهاده راه غير هي معتمده. اما بالنسبه للجامعه تدير واحد الواجب قدر المالي اللي هو منخفض، كيتخلص فيه التأطير، كيتخلص فيه لوطيل الفندق، كيتخلص فيه واحد وجبه ديال الغداء اللي كيكون ما بين بوز اللي كيعملوه هاد المدربين، وكيتخلص فيه سميتو الشواهد اللي هي كتجي من برا. تيكون مكلف جدا، يعني يقدر هذاك ستاج يطلع من الجامعه بواحد 40,000 درهم ولا 50,000 درهم، يقدر يطلع بديك يومين السبت والحد. لا ما تنقولوش المزور، تنقولوا الغير معتمد. لا فوالا الغير معتمد تيجي عندك انت السونتر ديالك، كاشي واحد جاي يدير الحجامه او لا شي واحد جاي يدير، فهمتي دابا شي واحد مثلا جاي يدير الحجامه عندك، شي واحد جاي يدير مساج ولا جاي هذا، كتعطيه لي انت، كدوز ليه مثلا الفورماسيون عندك انت، تيجلس كتبدا تشرح ليه الرياضه وتشرح ليه، كتعطيه لهذاك الشهاده. بالنسبه مثلا المواد الغذائيه اللي هي البروتينات كما كنقولوا الاحماض الامينيه وهذا، كاين الحمد لله. شوف في المغرب انا ماشي ضد وماشي مع، ولكن كاين شركات اللي كتجيب الترخيص ديالها من الوزاره، يعني عندهم ترخيص ديال الوزاره ومسموح لهم باش يجيبوا هاد المواد هذه، حتى الوزاره يعني كتكشف على هاد البروتينات باش تدخل ولا ما تدخلش. اما مثلا اللي هو كيجي غير قانوني وهو كيجي شرعي، تيقدر يكون مضروب، يعني كيقدر يكون هاد المواد الغذائيه مضروبه وسالات المده الصلاحيه ديالها وتتعاود في التاريخ ديالها، هذه هي اللي كتكون سبب لهاد لي زاتليت في الاضرار الخطيره. اما ما هو كيجي ومهما تتمشي عند الشركه، مثلا الشركه اللي كتبيع المواد الغذائيه وهي عندها ترخيص من الوزاره وعندها ورقه صحيه بانها كتبيع، تتشري من عندها ولو كيكون الثمن زايد شويه. حنا دابا لي زاتليت ديالنا الله يحسن العوان تيبدا يقلب على اللي هي، انت تتعرف هذه الرياضه مكلفه، رياضه بناء الجسم مكلفه، وحتى في لا بريباراسيون ديال الابطال كتكلفهم واحد الثمن بايض، يعني يقدر يوصل ل 40,000 درهم حتى ل 50,000 درهم في البريباراسيون، وكيطلع لواحد البطوله يقدر ما يدير والو، تيتصاب بالاحباط هذه الرياضه. رسالتي لهاد الناس هادو اللي كيبيعوا هذه المواد اللي هي فاسده، صراحه خاص الجهات المعنيه بالامر، لا من وزارة الداخلية ولا من وزارة الصحة ولا من وزارة الشباب، خص واحد العمل أو واحد العمل يكون جبار ومكتف على محاربة هاد الأشياء هذه، وخص واحد التأطير من طرف الجامعات، يعني من طرف الجامعات كاملين، لا من جميع الجامعات بدون استثناء، خصهم واحد التأطير لهاد الأبطال هادو، لأن هاد الأبطال هادو راهم ضحية. يعني كاين اغلبيه الابطال اللي كتمشي ضحيه ديال هاد الشركات هذه، اللي الشركات اللي هي وهميه، حتى الابطال حتى البطل الا بغى يشري من واحد الشركه اللي هي عندها ترخيص، وتعطيك واحد الوثيقه بانك راه شريتي من عند هاد الشركه هذه، حتى الا كان شي حاجه تترجع لهاد الشركه هذه.